وفضل أهله وأولاده على أبيه. ذكرت قصة ذلك، قصة ذلك الرجل اللي كان عايش مع أبوه، هذا إنسان ربي فاتح عليه ودار المال وكذا ما شاء الله، وعنده أبوه كبير عايش معاه، أبوه مرض وكبر وأصيب بأمراض، ولا أكرمكم الله يريق الزوجة نتاعو، هذا اللي لعبوها متقدمين، هذه اللي لعبوها متحضرين. يا شباب يا شباب، فاظفر بذات الدين تربت يداك، خير ذات الدين راهي تعز وقت غبنك، تعال مظاهر تعذبك، تعال مظاهر ترسيك على ربي، احذروا. ويا أبا ربوا بناتكم على الفضيلة، ربوهم على الدين. اليوم كثير من الشباب يعجبوه المظاهر لكن يعيش العذاب، فالأب نتاعو يسيل اللعاب نتاع مين يبغي ياكل بدري ويسيل، المرأة نتاعو تقلقت بالفرنسي يتكلم وترد، قالت لها بوك راه يعيفني، شوف لها حل، رغبني من يجي ناكل راه يعيفني، دبر على بوك. يا مرض ابويا وين نروح بيه؟ بدات تضغط عليه. كاين بعض النساء اليوم راهم يضغطوا على الرجال، تضغط على زوجها، كاين بعض الرجال اللي عاقلين طيبين، لكن كاين بعض النساء اللي تضغط على زوجها سبحان الله العظيم، بدا يحاول معاها ما رضاش، قلت له درك يا بوك يا انا في هذا الدار، اختار يا بوك يا انا، واش يدير الرجل؟ يروح يهول عنده فيلا قصر ما شاء الله، يروح للديباره تحت ينقي ذيك الديباره ويدير سرير لبوه ولا يحط بوه تم. قالت له والله ما ياكل في المواعين نتاوعي، ما نضلش نغسل في المواعين انا، واش يدير؟ قصة حقيقية. يروح عند النجار يقول له ودي صنع لي واحد الطبسي باللوح. النجار تعجب قال له كاين الناس اللي تاكل في اللوح درك؟ قال له لا عندي واحد الكلب باش ان. قصة واقعية يا احباب رسول الله. يروح يدي ولي حط له الماكلة تم، تمر السنوات والاب هذاك يمرض ويتأثر ويموت، مات الاب رحمه الله. بعد ما مات دار الجنازة وكمل الجنازة، هود مع ولدها صغير ينقوا هذيك الديباره اللي كان يرقد فيها الاب، ولدها في الدك الطبسي، قال له ولدي قيس قيس الوسخ، قال له لا لا ابي مين تكبر ونحط لك في هذا تاكل. كل الذنوب كل الذنوب الله تبارك وتعالى قد يتجاوز، كما يقول العلماء سبحان الله العظيم، يقول لك ان طاعه الوالدين تكفر الكبائر، طاعة الوالدين تكفر الكبائر. ويقول ابن عمر لرجل وجده جالس مع أمه قال له إن أطعمت لها الطعام وألنت لها الكلام دخلت الجنة بسلام. ألنت لها الكلام، لين في الكلام مع أمك، لين في الكلام مع أبوك إذا بغيت تنجى وتسلك. اللهم سلمنا يا رب العالمين. صلى الله عز وجل اللي عنده والدين مازال حيين الله يطول في اعمارهم، واللي فقد والديه الله يجمعهم به في الجنه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيما.